ازيك يا شباب؟ عامل ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو. النهارده ان شاء الله معانا فيديو جديد عن تحدي الكشري، انا وسيف برده بتاع المره اللي فاتت. بس المره دي التحدي هيبقى على معلقه شطه زيت. ده اللي يخسر، والتحدي يبقى من غير ميه عشان ولا نعمل قفا ولا قفا بقى ولا ايه، عشان ما يصعبش عليا. لا، لو قلت له المره دي تصعب عليا بقى ومش هقدر اضربك تاني. بس لا يا كده باشا، هو واحد شطه زيت. يلا هات. بالراحه. هات الباقي. شطة زيت. هات معلقتين. يلا ونبدأ ونقول بسم الله. على فكرة حد يبقى من غير مية، اللي هيشرب مية هيخسر. بس أنا على الله. حط هنا. وانت مش هتحط شطه ولا ايه؟ على فكره لازم نحط شطه زيت عشان نبقى متفقين. انا ما بحبهاش يا جدعان. احسن. حرقه قوي. احسن. دي الدقه يعني، اكيد كلكم عارفينها. انت هتحط حبه قد ايه؟ ماليش فيها، انا مش عايز كسب كده. بس وربنا حط لي اكتر منه. حب بس يلا علشان. حطه هنا. افتح الدقه. الدقة نروح براحة عشان ما تطلعش بره. بس خلاص كفاية. أنا عن نفسي أنا هتبص عشان ما تقعش. أنا مش خير، أخاف إن هي تقع. لا إن شاء الله مش تقع. يلا بسم الله. صراحة كان ناقصه عيش. هو أنت على اللي يخلصوا الأول؟ أنا اشتريت الأول. لا طب استنى بقى، هاخد اللمتين اللي أنت كرتهم. لا يا باشا. اللي انا هتحسب الشطة حرقة قوي. انا مش مستطع فيك. حاول الكشري ده في المصرية جميلة أوي. ده دي بجد ولا عندي قطة بجد؟ والله ممكن تحفلك شوية؟ تحفلك شوية؟ لا تفقعش. أول علبة. فين ده؟ أهو. لا يا باشا. أهي. ماشي ورهولهم بقى. أهي. يلا عشان أحط لك بس خلص. رح تنزل دي ها؟ والله بص زي بتوعي. لا بس يا محمد بص بقى كده، هنحط معلقه بالمعلقه. ماشي كل ماشي. كل واحد معلقه كامله. خد يا باشا. خلاص حطيت. لا يا باشا، انت والله حطيت. طب كده بس على فكره بقى كده، محدش يحط التاني حاجه عشان انا ماليش دعوه، عشان كده متاخر. ماليش فيه. هات لي معلقه تاني، عشان المعلقه اللي معايا دي ايه بتكسرك بجد. والله. او استنى تاني. خلص. اكتبوا لنا في الكومنتات لو انتوا بتحبوا الكشري يا ابطال.
بس مش شطه زيت. لا خطر عطيه سلم يا حوت. بس مش لا يا اما كده يا اما تزعل الكشري. خلي بالك والله لازم تاكل المعلقه اللي كان مش كلها شطه. ماشي بص يا جدع لو منها تاكل خلاص معاك سؤال مش فيه مقطوع. اكتبوا لنا تحت الكومنتات باذن الله يعني التحدي ده عايزينه يبقى ايه. لازم ميه بدل اف. حد نوع لا مش اوريك امم مين بيجيب ها لا ليه انا كذاب طبعا عشان هو خام يبقى هو خسران. لا يا باشا انا خلاص خلصت. لا لا ما تقومش انا خلاص خلصت. لا استنى ما تقومش عشان ابقى في مفاجاه. انا خلاص خلصت انت خسران. لا استنى استنى يا عم بعد اذنكم تحدي انتهى. لا استنى استنى هنبدا في الكلام ده كله ونرجع لكم. طبعا ورجعنا لكم بعد ما نضفنا الكلام ده كله كده. بس يا جدعان مش هقدر يا جدعان تحدي صعب بس خلاص يعني هتزعل الناس. ماشي ماشي بس استنى بس عشان انا بوظت الدنيا هنا كده. امك بس معلقه خضار زيت اهي. يلا حطها على البوط مره واحده. خلص حطها على البوط بس مره واحده. حطها على البوط مره واحده اهي وهبلعها. وهتبلعها وهنزل جلدي بيبس. هتخلص ابلع ابلع خلص ابلع ابلع ولو عند ما انتم شايفين انا قضيت عليه. ايه ده وبس كده يكون التحدي خلص وان شاء الله وربنا كتها ان شاء الله نجيب. مع السلامه.